احنا اليوم كنتواجدوا في حلبة بورغون مدينة الدار البيضاء في إطار النهائيات ديال البطولة الوطنية لألعاب القوى. فكما كتشوفوا الحمد لله الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضع إعاقة دايرة واحد التنظيم جيد والحمد لله، يعني الجمعيات اللي تأهلوا لها الوليدات ديالها كلهم حاضرين، وحنا الجمعية ديالنا كتراهن يعني أن لما لا نفوزوا بازدواجية، لأن فزنا بكأس العرش للصوم ونفوزوا لما لا ما نفوزوا بالازدواجية هذا النهار. فكما كتعرفوا في رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة يعني أن في مختلف الرياضات ديالها فإن هي دائما يعني أنها كتشرف المغرب، وكلا الأبطال ديالها كيشرفوا المغرب في المحافل الدولية. فهذه رسالة للجميع المسؤولين وجميع المتدخلين يعني أن باش يدعموا هذه الرياضة هذه، وأن يدعموها لا إعلاميا ولا ماديا ولا حتى لوجستيكيا، لأن بعض المرات في الجمعيات يعني أن كيلقاو صعوبات بزاف باش يلقاو أماكن للتدريب، يعني أن ماشي ساهل يعني أن يكونوا عندك وليدات في مختلف الإعاقات ديالهم وما تلقاش واحد المكان لائق لهذه الفئة هذه باش يقولوا الكلمة ديالهم. رغم هذه الصعوبات فالأشخاص في وضعية إعاقة يعني معروف عليهم التحدي ومعروف عليهم سميتو يعني أنا ما كيسلموش. فالحمد لله كما كتعرفوا فيعني كما قلت لك في المحافل الدولية دائما يعني كنرفعوا الراية المغربية وكنشرفوا المغرب. فهذه رسالة للمسؤولين يعني أننا باش يعاونوا جميع الجمعيات اللي في كل مدينة اللي فيها شي جمعية المسؤولين ديالها يدعموها، لا في الترونسبور لا في الملاعب لا في ماديا لا في معنويا، يعني أن خاصة الوليدات الدعم بزاف باش يزيدوا يبدعوا أكثر.